خلال لقائه بوزير التنمية الألماني، السيسي يشيد بدعم برلين لمصر في مواجهة التحديات الراهنة. رئيس الوزراء ينفي نية أي تعديل وزاري في الوقت الراهن، ويعلن عن مناقشة قانون الإعلام والصحافة في اجتماع الحكومة بعد غد. غدا بدء محادثات السلام في سويسرا بشأن اليمن، وترقب لقرار وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل. الثامنة مساء هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد الرئيس السيسي بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا في المجالات كافة. جاء هذا خلال لقاء الرئيس اليوم مع جيرت مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، بحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وصرح سفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد أيضا بالدور الإيجابي لبرلين في دعم مصر وتفهم الواقع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في دعم مسيرة البناء والتنمية بمصر، كما أشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا من نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز جهود التنمية. وفي تصريح خاص لقناة النيل للأخبار، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الألماني جيرت مولر أنه اتفق مع القيادة السياسية في مصر على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لمتابعة النشاط الاستثماري بين القاهرة وبرلين. كما أكد الوزير الألماني أن بلاده ترغب في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيدا بمناخ الاستثمار الذي توفره مصر مؤخرا، لا سيما في ظل المشروعات القومية العملاقة التي تنشأها مصر. نود تعميق العلاقات المصرية الألمانية في المجالات الاقتصادية، وقد وضعنا اليوم أساسا لهذا الغرض عن طريق اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لمتابعة المشروعات الاقتصادية. النقطة الرئيسية في حوار اليوم مع الرئيس السيسي كانت حول تشغيل. الرئيس السيسي لديه اهتمام خاص بتشغيل وتدريب الشباب المصرية، ونحن لدينا خبرة في هذا المجال وقدمناها للرئيس. نحن تبحثنا أيضا في سبل زيادة المشروعات المشتركة خاصة في مجال الطاقة وتوفير الخبرات في هذا المجال. وأؤكد لقناتكم أن ألمانيا ستساهم في مشروعات التنمية الكبرى في مصر وكذلك المشروعات الصغيرة، فهي أيضا ضمن اهتمامات المستثمرين الألمان. من جانبه أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان أن الخبرة الألمانية الجيدة في مجال التدريب المهني ستنعكس بالإيجاب على الجانب المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف سلمان في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار عقب لقاء الرئيس السيسي بالمسؤول الألماني أنه تمت الموافقة على اقتراح بإنشاء لجنة مشتركة بين ألمانيا ومصر تجتمع مرتين في العام، مرة في برلين وأخرى في القاهرة، وذلك لضمان استمرارية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الاجتماع ناقش محاور مختلفة، من ضمنها الوضع في المنطقة، من ضمنها الوضع الاقتصادي، من ضمنها التعاون الاقتصادي الاستثماري بين ألمانيا وجمهورية مصر العربية. وكان هنا في نقطة تركيز لازم ترجع تاني، لأنه طبعا احنا عارفين ألمانيا عندها تخصص قوي جدا في مجال التدريب المهني، والحتة دي حقيقة هنرجع نركز عليها. تم الموافقة على اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين ألمانيا ومصر تجتمع مرتين في السنة، مرة في مصر ومرة في برلين، اللي من شأنها تضمن استمرارية هذه العلاقة واستمرارية عرض المشروعات المختلفة الاستثمارية والفرص الاستثمارية الموجودة، بالإضافة إلى أن تتابع هذه اللجنة الاستثمارات الألمانية في جمهورية مصر العربية. للمزيد من المتابعة معنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام مساء الخير. دكتور هشام، دكتور هشام حضرتك تسمعني؟ فقدنا الاتصال بالدكتور هشام إبراهيم، وحين العودة للاتصال مرة أخرى
نفى رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجود أي نية لتعديل وزري مرتقب. وفيما يتعلق بحركة المحافظين، قال رئيس الوزراء أن أمر هذه الحركة لازال في طور التشاور مع وزير الإدارة المحلية والأجهزة المعنية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وخلال لقائه اليوم مع الصحفيين المعتمدين بمقر مجلس الوزراء، أكد إسماعيل أن مفاوضات سد النهضة لا تتم بسهولة، وأشار إلى أن قانون الإعلام والصحافة من المقرر عرضه ومناقشته خلال اجتماع الحكومة المقبل بعد غدا، وشدد على أنه سيتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي على اجتماع الحكومة بعد المقبل حرصا من الدولة على إصدار القانون. وأشار إسماعيل على أن الحكومة ستطلب من البرلمان مساحة من الوقت لعرض برنامجها بالتفصيل، وأن هذا الأمر قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم. وعلى المزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة السفير، إذا نقاط كثيرة أكد عليها رئيس الوزراء اليوم من خلال هذا العرض الصحفي، ما هي أبرز الرسائل التي أراد رئيس الوزراء إيصالها إلى الشعب المصري من خلال هذا الاجتماع مع الصحفيين؟ يعني بداية كانت الرسالة تتعلق بأن مهمة الحكومة تولي أهمية كبيرة للقضايا الخدمية التي تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين والخدمات التي تقدم لهم، أن الحكومة ستعمل على المضي في تنفيذ عدد كبير من المشروعات بما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، وأيضا عدد من المشروعات الخدمية ترفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وبخاصة في قطاع الصحة وقطاع التعليم. كما أكد السيد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة قد أوشك على الانتهاء، وأنه سيتم عرضه في مجلس النواب، وأن البيان سيحتاج إلى أكثر من جلسة للعرض على مجلس النواب. كان هناك حرص من جانب السيد رئيس الوزراء إلى إشارة إلى عدد من الموضوعات التي أثرها الإعلاميين فيما يتعلق بمشاورات سد النهضة وما انتهت إليه، وحرص الجانب المصري على الحفاظ على حقوقه التاريخية في هذه المباحثات، أيضا الموضوعات المتعلقة بالاجتماعات المصرية السعودية التي ستجرى غدا بالقاهرة، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيق المصري السعودي والذي يتناول عدد كبير من المشروعات التي تم عرضها في الاجتماع الأول في الرياض مطلع الشهر الجاري، وأيضا هذا الاجتماع بتناول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة مثل مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا واليمن. نعم، طب سيادة السفير، جاء أيضا خلال هذا الاجتماع مع الصحفيين نفي تام لأي تعديل وزري في هذه المرحلة، ولكن فيما يتعلق بحركة المحافظين رئيس الوزراء قال إنه يعني أمر هذه الحركة أو تغيير المحافظين لازال في طور التشاور، هل نتوقع حركة محافظين جديدة في الأيام القليلة القادمة؟ يعني السيد رئيس الوزراء أشار إن الأمر ما زال تحت الدراسة، حيث يتم تقييم أداء عمل السادة المحافظين، بحيث يتم الإبقاء على السادة المحافظين الذي يتناسب أدائهم مع المرحلة المقبلة، وفي حالة ما إذا كان هناك احتياج لإجراء تعديل في عدد من السادة المحافظين فإن هذا الأمر بيتم دراسته وسيتم اتخاذه في التوقيت المناسب عدد عقب الانتهاء من التشاور والتقييم ودراسة الأسماء بديلة لعدد من السادة المحافظين. نعم، السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من المتابعة حول العلاقات المصرية الألمانية معنا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. تحياتنا دكتور هشام. يعني العلاقات المصرية الألمانية وشركة سيمنز ومحطة جديدة للكهرباء بمصر، إلى أي مدى من الممكن أن تسهم هذه الزيارة هذه المرة في توطيد هذه العلاقات على الجانب الاقتصادي؟ بالتأكيد كما شرحت حضرتك أن التعاون المصري الألماني هي مستمر وبقوة في عدد من المجالات. الحقيقة على مدار السنوات الماضية كان هناك تعاون، سواء كان في مجال التعليم أو في مجال التدريب. مؤخرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد التعاون في مجال الكهرباء والطاقة بالتأكيد ازداد قوة، بتقول الشركات الألمانية الكبرى على مستوى العالم باستثماراتها وبتكنولوجيا، وده الأهم، بتكنولوجيا حديثة للاستثمار داخل مصر.
بالتأكيد مزيد من التعاون محتاجينه خلال الفترة القادمة، خاصة في مجال الاستفادة من الخبرات الألمانية، ليس فقط في مجال التعليم والتدريب لكن أيضا الاستفادة منهم في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وده أتصور أن الحكومة بتركز عليه خلال الفترة الحالية، خاصة أنه الاستفادة من كل دولة على حدة في المجال اللي بتتمتع فيه بمزايا نسبية. خلينا نشير أنه التعاون مثلا مع الجانب الإيطالي في رفع كفاءة صناعة الأساس، التعاون مع الجانب الألماني بالتأكيد هيكون في عدد ولكن ايه اهم مجالات التدريب التي تحتاجها مصر؟ يعني اهم المجالات التي من المفترض ان توطد علاقات مصر بالمانيا فيها خاصه هذه الفتره. خلينا نشير الى انه العنصر البشري في عدد من الصناعات لا سيما الصناعات الثقيله بالتاكيد محتاج مزيد من التطوير. خلينا نتفق على انه هناك تاخر كبير جدا سواء كان في مجال القطاعات الاقتصاديه، في عدد من شركات قطاع الاعمال بالتاكيد محتاج رفع كفاءة للعنصر البشري جنب إلى جنب مع تحديث خطوط الإنتاج، وكلا الجانبين الحقيقة ممكن الجانب الألماني إنه يفيد الجانب المصري كثيرا. بس خلينا نشير إلى عدة نقاط إيجابية تحققت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها وأهمها هو تكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مع رجال الأعمال لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات. بالتأكيد دي خطوة هتساعد كثيرا في تهيئته مناخ الاستثمار نحو جذب مزيد من الاستثمارات والخبرات العالميه. الامر الثاني وجود سلطه تشريعيه فعليه حاليا في مصر، وبالتالي اي احتياج لتعديل في بعض قوانين الاستثمار بالتاكيد هيكون امر هام للغايه، خاصه في ظل ما اثبتته خلال الفترات الماضيه وجود عدد من المعوقات الحقيقه كان بينادي بها عدد من المستثمرين، وبالتالي الاستفاده من الخبره الالمانيه ومن تدفق الاستثمارات الاجنبيه يمكن ان يكون اكثر من الوضع الحالي. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام ابراهيم، وانت استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا لك. أعلن مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق نهاية الشهر الجاري إشارة البدء لمشروع 1.5 مليون فدان لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد مكونات برنامج خطوة نحو المستقبل. من جانبه أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقب اجتماعين وزاريين عقدهما على مدار يومين أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان، منوها بأن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. باعتباره أحد مكونات برنامج خطوة نحو المستقبل، يعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري إشارة البدء لمشروع 1.5 مليون فدان لدخوله حيز التنفيذ. المشروع يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى والتي تتبناها الدولة كمشروع شرق التفريعة والمشروع القومي للطرق والضبعة ومحطات الكهرباء ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتي تستهدف في مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مشروع 1.5 مليون فدان يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% من 8 ملايين فدان حاليا لتصل إلى 9.5 مليون فدان. المشروع يهدف أيضا إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة بإنشاء مجمعات عمرانية جديدة بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصرا أساسيا من عناصر التنمية. يتم حاليا وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع وفق منظور اقتصادي شامل تكون مسؤولة بشكل كامل عن جميع الأمور المتعلقة بالمشروع من ضوابط حاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، وذلك إلى جانب مسؤوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع. سيتم خلال مشروع 1.5 مليون فدان اتباع أحدث التقنيات من خلال الطرق الحديثة والري والاعتماد على الطاقة الشمسية. المناطق المستهدفة في هذا المشروع سواء في الدلتا أو الصعيد تم اختيارها بعد دراسات متعمقة اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، الأولى لتنمية واستصلاح 500,000 فدان، والثانية لتنمية واستصلاح 490,000 فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610,000 فدان.
ومن المخطط أيضا في إطار المشروع تنفيذ نحو 13,225 بئرا جوفيا، حيث تؤكد الدراسات أن المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد. الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، حيث سيتم زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء وأخرى تصديرية وتصنيعية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. دكتور رشاد، إعلان تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان نهاية الشهر الجاري، أهمية هذا القرار وما يمكن أن ينتج من هكذا مشروع ويضاف إلى تضييق الفجوة الغذائية. بلا جدال المشروع ده فيه جزئين مهمين جدا. الجزء الأولاني أهميته في جدية النظام في مصر، ان احنا بنقول احنا ناس محترمين كل يوم عندنا جديد. الرئيس بعد ما تولى المسؤولية ابتدى يتكلم عن مشروع قناة السويس وفاجئنا بيه، وقال سنة باليوم وفعلا افتتحنا في سنة باليوم، خلصنا منه ان اتنقلنا لشرق التفريعة بجانب ده 5,000 كيلومتر طرق علشان دي بنية تحتية. النهاردة بنترجم ده بشكل مختلف بقى لقمة العيش الغذاء، احنا بنستورد 70% من اكلنا من بره. فالرئيس بيقول مش منطق هنفضل بقى اكتر من 50 سنة واحنا 7-8 مليون فدان. علشان كده طرح في البداية مليون فدان، وده اتطرح في مؤتمر مصر المستقبل في شرم الشيخ في مارس اللي فات، وده كان اتجاه في المعتاد هيموله مستثمرين عرب واجانب. لكن الشباب والناس في مصر قالوا طب ما احنا عايزين جزء من الكيكة ديت، لازم يكون لنا نصيب. ده اللي خلى المليون فدان يبقى 1.5 مليون. فهيجي جزء كبير جدا من التمويل من شراكات عربية، وفي نفس الوقت الشباب هيكون ليه نصيب كبير في هذه الأراضي. هذه الأراضي انت بتستزرعي أراضي جديدة، يعني بيبقى عندك بتطرحي كمية أكبر من المواد الغذائية، ما بنستوردش من الخارج، بنوفر عملة صعبة، طرح كمية أكبر بيخلي الأسعار تستقر وبتحققي التنمية. كلنا بنتكلم عن، والأمم المتحدة كان الرئيس لسه هناك من شهرين بيتكلم عن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي اللي بنعمله النهاردة، إن نضمن إن في أكل للجيل الحالي والأجيال اللي جاية وما بعد اللي جاية. فده بلا جدال فكرة جيدة جدا ومطلوبة للمجتمع المصري، اللي كنا في زمان بنتهم ان احنا مجتمع زراعي ثم بقينا تحولنا من الزراعة واهملناها وركزنا على البعد الصناعي. النهاردة بنقول لازم يبقى عندي الجناحين، الجناح الصناعي وايضا كمان بركز على القطاع الزراعي اللي بيزيد بنسبة 20% علشان تلافي عدد السكان اللي زاد بمعدلات كبيرة الفترة اللي فاتت. نعم دكتور رشاد عبده شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على دور الحكومة في الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لا سيما محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وشدد رئيس الوزراء على أن الفكر الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التي تلبي احتياجات المواطن محدود الدخل ودفع النمو الاقتصادي وتسريع أيضا دوران عجلة الاقتصاد الوطني. جاء هذا خلال لقاء رئيس الوزراء بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور. خلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة في توفير جميع الخدمات للمحامين برغم من ضعف الموارد المتاحة. تنطلق في القاهرة غدا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المشترك والتي يرأس الجانب المصري فيها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بينما يرأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع. وصرح سفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن مجلس التنسيق يمثل إطارا للشراكة الحقيقية بين مصر والمملكة، حيث يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. كان مجلس التنسيق المصري السعودي قد عقد اجتماعه الأول بالرياض في 2 ديسمبر الجاري، حيث تم الاتفاق على تشكيل عدد من فرق العمل بهدف إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القرار. اجتمعت اللجنة الأمنية الخاصة برئاسة رئيس الوزراء
ومع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر. تناول الاجتماع النظر في مقترحاتهم المتعلقة بتقييم وتطوير الإجراءات الأمنية بمطارات الجمهورية. كانت وزارة السياحة قد أعلنت أن مصر ستعين شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها قبل نهاية الشهر الجاري، وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالي. أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء الطيار أيمن المقدم أن لجنة التحقيق الفني لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عملا إرهابيا وراء الحادث. وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. كما أضاف أيمن المقدم أن اللجنة انتهت أمس من إعداد التقرير الأول حول الحادث وتم إرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك والتحقيق وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. ست اللواء مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. بداية يا فندم، يعني كيف ترى أهم الإجراءات التي انبثقت عن اللجنة الأمنية باجتماع رئيس مجلس الوزراء لتأمين المطارات على مستوى الجمهورية؟ معلش عشان الصوت، طب دي واحدة بس أقفل السماعة كده خليك معايا. أيوة فندم تسمعي ست اللواء. أهم الإجراءات التي من الممكن أن تنبثق. عفوا انقطع الاتصال باللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني، والحين عودة الاتصال به نكمل نشرتنا. عاد إلى القاهرة اليوم أربعة مصريين أطلقت إسرائيل سراحهم في إطار صفقة إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي رابين بعد انتهاء فترة عقوبته، وبذلك يصل إجمالي عدد المصريين المفرج عنهم من قبل إسرائيل في إطار هذه الصفقة ستة مواطنين بعد الإفراج عن مصريين اثنين في وقت سابق. يدخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز تنفيذ منتصف الليلة، وذلك تمهيدا لانطلاق محادثات جنيف 2 بين الحكومة الشرعية للرئيس عبد رب منصور هادي من جهة والمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وأكد مصدر بمكتب الرئيس هادي أن وقف النار سيبدأ اليوم عند منتصف الليلة وفقا للاتفاق أو اتفاق هادي مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة الأخير إلى عدن. وتهدف مباحثات جنيف إلى إرساء وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني والعودة إلى انتقال سياسي وسلمي للسلطة في اليمن. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أحد ضباطها أثناء سير عمليات تحرير تعز من التمرد الحوثي في اليمن في إطار قوات التحالف العربي. كما استشهد قائد عسكري في القوات السعودية بالإضافة إلى جنديين سعوديين خلال نفس المواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز الواقعة جنوب غرب البلاد. وللمزيد من المتابعة معنا من صنعاء السيد وضاح الجليل الكاتب والمحلل السياسي. سيد وضاح مساء الخير. مساء النور. بداية، هل هناك ما يشير إلى تطبيق وقف إطلاق النار والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة من الآن؟
لا يوجد أي مؤشر لإيقاف إطلاق النار، خصوصا وأن ميليشيات الحوثيين ومخلوع عبد الله صالح تقوم بالتصعيد خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين ضد قوات التحالف والمقاومة الشعبية من جهة والجيش الوطني، ومن جهة أخرى ضد مدينة تعز المحاصرة. هناك حوالي 30 نافلة تحمل الأغذية لمحافظة تعز المحاصرة والمنكوبة تحتجزها ميليشيات الحوثيين والصالح على أبواب المدينة وتمنع دخولها، إضافة إلى منعها دخول المياه والمواد الأساسية والضرورية. الكثير من المستشفيات أغلقت عدد كبير من أقسامها بسبب عدم توفر الأكسجين الذي منعت هذه الميليشيات دخوله إلى المدينة. أسعار المياه ارتفعت إلى أضعاف، حوالي 10 أضعاف أسعارها المعتادة في مدينة بسبب هذا الحصار. على الميدان والواقع العسكري هناك تصعيد كبير من قبل الحوثيين في جبهات عديدة في محافظة تعز وأيضا محافظة مارب. طب في ظل هذا التصعيد سيد وضاح ومقتل قائد سعودي، هل تعتقد أن من الممكن أن يتم تنفيذ هذا القرار وإن كان هناك اتفاق ما بين هادي وبين المبعوث الأممي؟ أنا أعتقد أنه من الصعوبة أن تكون هناك هدنة تترافق مع المفاوضات التي ستعقد في جنيف. المشكلة أو السبب عدم تنفيذ هذه الهدنة هو كما قلت لك التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثيين ضد قوات التحالف، والتي أيضا ردت خلال اليومين الماضيين بعدد كبير من الغارات الجوية وخصوصا على مدينة صنعاء التي كانت قد شهدت هدوءا لأكثر من أسبوع. هذا التصعيد هناك رغبة لدى تحالف الحوثي وصالح في صناعة نصر وهمي من خلال عمليات عسكرية أو حوادث. طيب سيد وضح، هل هذا التصعيد تعتقد أنه ورقة تلعب من جانب الحوثيين وصالح لمفاوضات من الممكن أن تكون هناك مكاسب على الأرض أو ورقة للعب بها في هذا الاتفاق القادم؟ نعم، هذا ما يعتقده تحالف الحوثي وصالح. ما العملية العسكرية التي نفذوها في باب المندب والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف، يعتقد الحوثيون وصالح أنها حققت بالنسبة لهم نصر عسكريا، بينما هذه عملية عسكرية في حرب طويلة، من الممكن كل أن يسقط عدد كبير من الأفراد من كلا الطرفين. هناك ضربات موجعة تلقاها أي طرف في الحرب، لكن تحالف الحوثي وصالح يعتقد أنه من خلال هذا التصعيد أنه سيحقق نصر ميداني يستطيع من خلاله أن يفرض واقعا في المفاوضات الدائرة في جنيف. نعم. تمام، هذا الاتفاق أو هذا الاجتماع هدفه الانتقال السياسي للسلطة، هل تعتقد أن هذه المرة من الممكن أن تكون هناك ضمانات أم ستنقلب الطاولة مرة أخرى كما حدث في المرات السابقة، وما هو الجديد في هذا الاتفاق هذه المرة حتى ينم عن اتفاق بين الطرفين؟ لا أظن أن هناك جديد سوى محاولة الميليشيات وجماعات الحوثي وصالح كسب المزيد من الوقت من أجل تمرير الكثير من المخططات ومخططاتهم وتحقيق توسع وانتشار واختراقات في عدد من المواقع والجهات في جبهات القتال. مثلا محافظة تعز يحاول الحوثيون أن ينقلوا الصراع إلى كافة مناطقها وقراها وأريافها. بهذه العملية إذا تمكنوا منها سيكون هناك شرخ اجتماعي كبير في هذه المحافظة التي تمثل موقعا استراتيجيا هاما في اليمن، إضافة إلى أنها تمثل ثقلا سكانيا غير عادي. تمام. الحوثيون وصالح. نعم، وضحت الصورة، ولكن لضيق الوقت بشكرك شكرا جزيلا السيد وضاح الجليل، وأنت الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا من الأخبار بعد الفاصل. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم ارتكابه لعملية دهس في القدس المحتلة. وقوات الحكومة السورية تعلن استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في ريف دمشق.
الآن نتابع أهم وآخر أخبار الاقتصاد. محمد سليمان معه المزيد من التفاصيل الاقتصادية، إليك محمد. شكرا لك يا أمل وأشكرك سحر. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة ونتابع فيها. رئيس الوزراء يقول إن قرض البنك الدولي يعطي مصداقية للاقتصاد المصري ويشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي. مرحبا بكم مجددا. قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن تفاوض الحكومة للحصول على قرض ب3 مليارات دولار من البنك الدولي لمدة 3 سنوات حتى 2018 يأتي في إطار جهود حكومته لتدبير احتياجات البلاد من الواردات، مشيرا إلى أن موافقة البنك الدولي بشأن القرض يعطي مصداقية لمصر واقتصادها. وأضاف إسماعيل أن مصر تستورد ب66 مليار دولار، وهو ما يتطلب الاهتمام بالصناعة الوطنية، خاصة وأن جزءا كبيرا مما تستورده مصر تنتجه محليا، لذا يجب تشجيع الإنتاج المحلي من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية وشراء المنتج المحلي وتطويره. فيما يتعلق بالمفاوضات مع رجال الأعمال لخفض الأسعار، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تم الطلب بشأن ذلك، وكانت الاستجابة فورية حول خفض أسعار السلع الرئيسية التي تهم المواطن المصري الفقير ومحدود الدخل. قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم إن الحكومة تتفاوض حاليا مع المملكة العربية السعودية للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية، ولم تذكر وزيرة التعاون الدولي أي تفاصيل عن حجم المنح أو الوديعة أو القروض أو قيمة المشروعات، لكنها ذكرت أن جزءا من المنح سيكون في شكل منتجات بترولية. تصريحات الوزيرة تأتي عشية انطلاق أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المشترك. وكانت مصر والسعودية قد أصدرتا في يوليو الماضي إعلان القاهرة، حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري. اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه المصري سيعظم من إيرادات الصندوق ويدعم أيضا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت أن الفوائد التي تتحصل عليها الوزارة من مدخرتها بالدولار لا تتعدى 1.5% مقارنة بفرص حصولها على عوائد تصل إلى 15% إذا ما استثمرت في أوعية ادخارية أخرى متاحة بالجنيه المصري. وإلى البورصة المصرية، والتي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم مع اختلاف اتجاهات المستثمرين واتجاههم نحو إعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها أسواق المال العالمية في الفترة الماضية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 413 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 922 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 2%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 2%. تطلق الجمعية المصرية لشباب الأعمال الخميس القادم المرحلة الثانية من مبادرة اشتغل بمدينة شرم الشيخ، وذلك على مدار يومين. يأتي هذا من خلال دور شباب الأعمال لمساندة الدولة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل التوظيف والتشغيل والبطالة. يذكر أن المبادرة حصلت على رعاية رئاسة الجمهورية، فيما تحرص الجمعية من خلال المبادرة على تأصيل ثقافة العمل بالمجتمع المصري. هبطت أسعار التعاقدات الأجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بسوق نيويورك، متأثرة بتوقعات من الوكالة الدولية للطاقة باحتمال تفاقم التخمة النفطية في الأسواق، وذلك خلال العام المقبل. وتراجعت أسعار العقود الأجلة للنفط الأمريكي بمقدار 30 سنتا مسجلة 35.30 دولار للبرميل، في حين هبط برنت 23 سنتا ليصل إلى 37.70 دولار للبرميل.
وفي أسواق المعادن النفيسة تراجع سعر الذهب من ارتفاع الدولار قبل اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الحالي، والذي يتوقع أن يتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة لأول مرة على نحو عقد. ونزل الذهب 0.7% ليصل إلى 1066.50 دولار للأوقية. يشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الذهب الذي لا يحمل فائدة في حين يرتفع الدولار. أعلنت الصين والإمارات تدشين صندوق بقيمة 10 مليارات دولار بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. وقد شهد مراسم إطلاق الصندوق في بكين الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي والرئيس الصيني شي جين بيانغ، وذلك منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية في 1994، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 63 مليون دولار ليصل إلى 54.8 مليار دولار حاليا، وهو مرشح للزيادة ليصل إلى 60 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري. انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة للسياسة مع زميلتي أمل رشدي وصحر صبري. شكرا لك محمد. استشهد فلسطيني بنيران شرطة الاحتلال بزعم محاولته دهس إسرائيليين عند مدخل القدس الشرقية. وأفادت شرطة الاحتلال أن سيارة يقودها فلسطيني من سكان حي شعفاط شمال القدس اصطدمت بمجموعة من الأشخاص كانوا قرب محطة للحافلات في مدخل القدس، مما أسفر عن إصابة 9 إسرائيليين بجروح. قال الرئيس الأمريكي مساء اليوم في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا ما زالت معركة صعبة. وأضاف أوباما أن قوات التحالف الدولي استهدفت مخازن أسلحة ومراكز للتدريب للتنظيم، كما استهدفت خطوط بترول تابعة له. وأكد أوباما أن تنظيم داعش خسر 40% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في السابق بالعراق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة التنظيم بالتعاون مع حلفائها. أكد مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدة مرج السلطان وعلى مطارها العسكري في ذات الموقع الاستراتيجي في الغوطة الشرقية لدمشق بعد 3 أعوام من سيطرة الفصائل المقاتلة عليها. وقال المصدر أن بلدة مرج السلطان ومطارها في الغوطة الشرقية تعد أبرز معقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وتعد سيطرة قوات النظام على البلدة كخطوة لتعزيز حصارها على غوطة دمشق الشرقية وتضييق الخناق على مناطق عدة فيها، بالإضافة إلى تحصين مطار دمشق الدولي والطريق المؤدي إليه. أفاد مصدر عسكري تركي بانسحاب جزء من القوات التركية المنتشرة من معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل شمال العراق من المنطقة متوجها شمالا إلى منطقة حدودية مع تركيا. وأضاف المصدر أن تحرك القوات اليوم يأتي في إطار ما وصفه بترتيبات جديدة. من جانبه قال النائب عن محافظة نينوى أن عددا من المدربين الأتراك يتراوح عددهم ما بين 20 إلى 50 شخصا لا يزالون في المعسكر حسب الاتفاق مع الحكومة العراقية. كان العراق يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن ضد تركيا لانتهاكها أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على خلفية توغل قواتها في الأراضي العراقية. ونتحول في هذه النشرة الآن إلى الأخبار الرياضية. تفاصيل الأخبار مع الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا صحر. افتتح دكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المؤتمر العلمي والذي عقد تحت عنوان حوافز البحث والتنمية والابتكار. المؤتمر الذي جاء بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة يهدف إلى الاستفادة من خبرات العديد من دول العالم المتقدم من خلال عرض تجاربهم في مجال البحث العلمي. رسميا مصر تحتل المركز رقم 135 في البحث العلمي من بين 144 دولة، والمركز رقم 113 في الابتكار والتطوير، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 بالمنتدى الاقتصادي العالمي. لذا كان مؤتمر حوافز البحث العلمي والتنمية والابتكار بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رجال الأعمال والصناعة. موضوع مؤتمرنا اليوم
كيف نضع حوافز incentives للقطاع الخاص ولقطاع الصناعة للاستثمار في البحث العلمي في الجامعات وفي مراكز البحوث، كيف تكون هناك زي ما بيقال win-win agreement، يعني الطرفين مستفيدين من بعض، ما فيش طرف هيدي دون أن يشعر بفائدة حقيقية بتعود عليه. بالرغم من وجود عقول مصرية مبدعة ومطورة، إلا أن المناخ العام للبحث العلمي في مصر قد لا يؤدي إلى نجاح تجاربهم أو سفرهم خارج البلاد. البحث العلمي والابتكار هو ابتكار مجتمعي، هو المجتمع بالكل. من هم المبتكرون؟ هم نتاج التعليم. هل التعليم فيه مشكلة؟ يبقى أكيد الابتكار هيبقى فيه مشكلة. هل تسويق الابتكار؟ حضرتك اتكلمت عن التسويق، ما أنا عشان أتكلم عن تسويق ابتكار وتسويق تكنولوجيا لازم تكون عندي صناعة قوية تمتص هذه الابتكارات. مصر مدركة لأهمية البحث العلمي وتطويره، لذا كان الاستعانة بالخبرات الأجنبية ومعرفة تجاربهم كي يصلوا إلى أعلى المراكز. في مجموعة من الرؤى تجارب العالم في كل دول العالم من أقصى الشرق لأقصى الغرب هتعرض النهاردة، وبالتالي هنصل إلى موديل مصري ونشرع بناء عليه بعض التعديلات والتشريعات القانونية. التعليم والعلم تبنى الأمم، والبحث العلمي ودعمه بات أمرا ضروريا لتقدم الدول. عمر حمزة، النيل. تتعرض الجمهورية منذ صباح اليوم لحالة متقلبة في أحوال الطقس. في هذا السياق تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، صاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية. من جهة أخرى قررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات الخدمية وإدارة الأزمات والوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهة الأمطار المحتملة وموجة الطقس السيء. وختاما نذكر بأهم ما كان معنا من أخبار. خلال لقائه وزير التنمية الألماني السيسي يشيد بدعم برلين لمصر في مواجهة التحديات الراهنة. رئيس الوزراء ينفي حدوث أي تعديل وزاري في الوقت الراهن ويعلن عن مناقشة قانون الإعلام والصحافة بعد غد. غدا بدء محادثات السلام في سويسرا بشأن اليمن وترقب لقرار وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليلة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.